بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تعرفنا في الابيسود اللي فات عن موضوع الكاتيجوريز والتاجز، اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحاول نواصل الحديث برضو عن البوستس. يمكن يكون النقط اللي ما تكلمناش عنها في البوستس يا جماعة بتتعلق شوية بموضوع السكرين اوبشنز، واحنا عارفين كويس خالص ان السكرين اوبشنز هي المسؤولة عن انها تظهر او تخفي مجموعة البانلز الخاصة بالواجهة اللي انت من خلالها بتعمل اديتنج او واجهة التحرير في الباك سايد. طيب بيقول لي ان انت عندك مجموعه من البوكسز المختلفه، ومن ضمنها البوكس الخاص بالريفيجنز، والبوكس الخاص بالريفيجنز ده سبق وان احنا اتكلمنا عنه في موضوع الجيت والجيت هاب، وان اللي انت لو عايز تعمل ريستور للنقطه انت كنت سبق ويعني عمل عايز ترجع باك لتعديل معين في البوست وخلافه. النقطه الثانيه كانت خاصه بالاكسل بتاع الصندوق بتاع ريفيجنز، بتلاقيه دايما، خلوني اخليها على اثنين كولوم كده، الصندوق الخاص بالريفيجنز بتلاقيه دايما تحت يعني انت عارف، مش قصه بس هو الافتراضي ان هو بيكون تحت البوكس بتاع الايديتنج على طول، انت عارف انك ممكن تحركه وتوديه في اي مكان. مثلا بيقول لي الادمن عامل ايديتنج من ساعه مثلا، في انا عندي اثنين سيستم بوينت، يعني اقصد انت ممكن ترجع النقطتين دول. الصندوق الثاني كان خاص بالسند تراك باك، سند تراك باك ده بمنتهى البساطه بتعمل تراكنج على مدونات ثانيه. يعني ايه؟ يعني لو مدونة تاني زي المدونة اللي احنا، او اقصد لو موقع او كونتنت مانجمنت سيستم يستخدم ووردبريس، لا حاولت تحط الرابط بتاعه هنا في صورة لينك مثلا، هتلاقي يعمل له هنت هناك ان في الكومنتات ان في حد عمل له عمل لك منشن، عارف زي الفيسبوك بالظبط، ما انت بتعمل منشن لشخص معين بيظهر عنده في الاشعارات ان في حد عمل لك منشن، نفس الفكره بس الاشعارات دي راح تظهر عنده في الكومنتات عند الكونتنت مانجمنت سيستم الثاني. الجانب الثالث ده بالنسبه للتراك باك. الجانب الثالث كان خاص بالكاستم فيلدز، والقيم دي بتتحط في الميتا داتا، يعني موضوع اللي دخل ب وصف الموقع للسيرش انجنز، وديت واحده من ضمن النقط اللي بتفيد بالسيو، والسيو احنا راح نتكلم عنها في ضوء بلجنز لو احنا كنا عايزين نحكي عنها اساسا، السيرش انجن اوبتمايزيشن، ازاي تبقى تعلي الرانكينج بتاع الويب سايت بتاعك علشان تجيب فاند كتير وهكذا، الموضوع ده برمجي بشكل او باخر. الجانب الجاي كان خاص بالدسكشن، والدسكشن ديت مهمه، فيها انت ممكن تقلاو كومنت يعني على البوست ده تخلي الناس عندها الابيليتي انها تكومنت او لا، لو شلت الاو كومنت مش الناس مش هتبقى ليها الحريه انها تكومنت على البوست، خلاص يعني الكومنتات مكفوله، الاو تراك الكلام ده اللي احنا كنا بنحكي فيه من فوق. الجانب الجاي كان خاص بالكومنتس، لو انت كنت عايز تضيف كومنت تعليق على البوست ده. السلاج السبب ان احنا اتكلمنا عنه وقلنا ده الهنت، العنوان اللطيف بيقولوا عليه في الترجمه، العنوان اللي بيظهر في شريط العنوان لما انت بتيجي تعمل ايه، لما انت بتيجي بترتاد الموقع، تمام كده، وده بيكون زي ما قلنا افتراضا بيتاخد من التدوين او من البيج اقصد. الجانب الجاي كان خاص بالاكسربت، الاكسربت زي هنت، نص تلميحي بسيط اللي انت بتكتبه بيظهر لو انت كنت مطبق الفيو بتاعت الاكسربت، زي نص مقتطف عن البوست ده يعني. هو الامر اللي جاي كان خاص بالاوثر، هنا بتحدد مين بالظبط الشخص اللي كتب المقال ده، طبعا هي ما عنديش غير ادمن واحد واحد بس، لو انا ضفت اكتر من يوزر فممكن اسند ملكيه الكتابه لاكتر من يوزر وهكذا. ده بالنسبه لشويه البوكسز دولت اللي من تحت، وانت انا هتكلمنا عن الفورمات الكاتيجوري تاج وفيتشر ايمج والبابلش والامور ديت، وكل الكلام ده بيتحكم في ظهورهم من عدم ظهورهم، يعني انا لو لغيت كل الكلام ده مش هلاقي ولا واحده من دول تظهر معايا غير بس صندوق الببلش، عشان مهم اللي اوت انا ممكن اخلي اثنين كلام، يعني ادي الكلام الاول اللي هو اللي على الشمال والكلام الثاني اللي هو اليمين، لو خليتها كلام واحد بس هيخلي لي المساله ستريتشد بس على عمود واحد واحد بس. الجانب الثاني لو انا خليتها كلام انيبل للهاي اديتنج، يعني بص لو انا عملت لو شلت الصح او حطيتها هتلاقي ان الموضوع اللي اسمه ديستراكشن فري، ديستراكشن فري ده نمط من ضمن الانماط الجميله خالص بيسموها ده الالهاء، يعني انك بتحاول تكتب مش عايز، يعني انت عايز تكتب بس مش عايز بقيه الشاشه تضايقك، خليني اخليها على كولوم واحد بس،
ولو انا جيت اكتب بص كده هيحاول يخلي الشاشه كلها بيضه، وانا اتفرغ بس علشان اكتب الكونتنت بتاعي. ده اسمه وضع الكتابه مع عدم الالهاء على ما اظن في الترجمه الحرفيه بتاعته، انت بس علشان تكتب الكونتنت الكومنت البوست تبعك. تمام، اللي بيتحكم في ظهورها من عدم ظهورها هو الانيبل دي، لو انت شلتها مش هتلاقي ان البار بتاع الاسترتشنج ده موجود، لو حطيتها هتلاقيها موجوده وهكذا يعني. تمام، ده بخصوص الجانب الباقي من مسألة السكرين اوبشنز في البوستس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.